سيناتك. يعني الجميع شو فريق عمومي مثلهم مثلك، ما عم بفهم ليه عم تدعس عليه بنزين؟ لا يا خيي صورتك ليه عم تدعس عليه بنزين؟ مرقونا الله يرضى عليكم، معي ست على المستشفى الله يرضى عليكم، معي ست مريضة الله يرضى عليكم، معي ست مريضة غلط ابدا مشاكل. اليوم نوع الصبح على تسعيرة جديدة اللي هي 305,000. بعدنا نحن صابرين كنا وعم نشوف لوين رايح البنزين، على أساس إنه البنزين ما بيتخطى 130,000، فنحن ما بقى فينا نتحمل. شوفير عمومي حضرتك؟ أنا شوفير عمومي، أنا كان عندي مصلحة وصرت شوفير عمومي، وبعد شوي ما عارفين وين بدو ياخدونا، فنحن ما بقى نسكت، مستمرين بهالإضراب. اليوم وبكرة نحن بنعتذر من الناس، نحن بنعتذر من الناس لأنه العالم ما زنبا، وبنفس الوقت نحن كمان ما زنبا، فنحن مستمرين بهالإضراب إن كان اليوم ولا بكرة بكل المناطق اللبنانية، ومنأكد على أن نحن كلنا من كل الطوائف اللبنانية ومنا مدفوشين من حدا، وما خصنا بالأحزاب إن كان فلا ولا علتان، نحن جماعة مستمرين بهالإضراب. شو هاي المسخرة؟ ما نروح على الحكيم؟ لا مفوت على الهواء. نحن مستمرين بهالإضراب. هيدي التسعيره نحن ما بنقبلها، نحن قالت النقابه انه في بطاقه ب 100,000 ليره، وين صارت البطاقه يا نقابه؟ السيرفيس بعده 15,000 وما حدا عم يرضى يدفع اكثر من 15,000. كل شو فارع عمومي عم بيقول تسعيره شيء، يعني واحد بقول يا خيي ساعة ما تقول للراكب 20,000 الراكب عم ينزل من السياره، نحن يعملوا لنا اياها ب 100,000 النقابه والوزاره حتى نزل تسعير للعشر تلاف. نحن ما عندنا مشكلة، نحن ما وقفت على البنزين، عندنا مليون ضربة سخنة للسيارة. على التسعيرة الجديدة قد لازم يكون حق السيرفيس؟ هلا السيرفيس قال من 25,000 ما توفي معك، بس ما بتلاقي سيرفيس اصلا، هذا غياب للدولة 100%، الدولة كمان مقصرة، فنحن اكلينا من كل الجهات. إذا بدها تصير ب 35,000 و40,000 السيرفيس، أول شيء حتى الموظف أو اللي رايح على شغله مش رح يقدر يتحملها. كرمال هيك بعد حنشوف نحن اشياء كثيره، مش بس شوفريه التاكسي، حنشوف كثير من الموظفين القطاع العام ما عادش قادرين يتحملوا المعيشه. شو قد بده يصير؟ بتتخانق انت والزبونات؟ قد ايه المفروض يصير؟ 30,000. هيدا اقل شيء 30,000. الزبون ما بيقدر يدفع 30,000 ومعاشه كله 800,000، بصير يروح ويجي ماشي. بنزين بنهار وليله طلع 60,000، ايه وصل 400. وبعدين يعني طفح الكيل.